بعد مباراة مثيرة الأهلي يهزم طلائع الجيش العنيد 2-1 بهدفي أجاييه نجم المباراة ويواصل زحفه نحو الصدارة مرة أخرى. كابتن شريف ألف مبروك، مباراة عصيبة جدا جدا جدا. ألف مبروك كابتن. لا يوجد فوز سهل، والدوري السنة دي هيبقى ده شعار المباراة دي، هي دي الجايد أو ده دوري هذا الموسم، لابد أن تكون عندك شيء من الإصرار وشيء من الروح والتوازن بقى. يعني أديك شايف كل الناس بتلعب بتوازن هجومي وتوازن دفاعي، ودايما قدام البطل بيحبوا يقتنصوا أي شيء نقطة أو يفوزوا. هي النهاردة أنا سعيد جدا بتأكيد محمد الشناوي انه من احسن حراس المرمى بسم الله ما شاء الله في مصر وفي المنطقه كلها العربيه وافريقيه. واقف يعني فتح عينيه شايف الدنيا كلها، عنده ثقه في نفسه كبيره قوي، حاسس بمعنى التيشيرت الاحمر شكله ايه. ولكن انا ليا شكل النهارده بعد المباراه دي، خلاص لابد بعد كده ان احنا في الظروف اللي احنا بنعيشها دي وبكميه اللعيبه اللي موجوده عندنا لازم يبقى عندك قوام. فاكر زمان يا ايمن بنقول لك ايه، عندنا قوام اساسي للفريق. صح. احنا عندنا نوعيه لعيبه اعتقد ان يعني بعيد عن الاصابات وبعيد عن اي حاجه احنا لازم نعتمد عليهم، وده في ال 45 دقيقه الاولى. لازم هو الشكل ده اللي احنا نعترف بيه. احنا لازم نعترف بقى بقفشه وسوليه وديونج ومحمد طاهر وكهربا ومحمد شريف، كويس؟ صحيح. لازم انا ابتدي كده، لازم يكون عندي الشكل ده. في توازن دفاعي قوي جدا بين ديانج والسوليه، وتحرر بين اللعيبه وتناغم، وفي نفس الوقت في بلاي ميكرز بيقدر يمشي اثنين من امهر اللعيبه زي طاهر محمد طاهر وكهربا، مع محمد شريف اللي هو دايما او بواليا اللي احنا بنتكلم عنهم ان هم دايما بيبقوا محتاجين السبورت اللي هو داخل منطقه الجزاء. اديك شفت لما الكره بتتنقل وبتروح عند ناحيه منطقه جزاء الخصم، العرضيات اللي بتروح اثنين ثلاثة بيطلعوا لفوق وبيشوفوا بعض، وبيبقى فيه احمر 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 موجودين خمسة جوه ال 18. هذا الشكل لازم يكون موجود من اول الشوط. يعني مش هينفع انا بدل ما ببحث ان انا يكون ليا سبق التهديف يبقى انا فيا هدف، يبقى انا بلعب لعب متوازن، لعب ما فيهوش جرأة، لعب ما فيهوش شخصية النادي الاهلي. هو ده اللي بيخلينا نقع في المطبات اللي احنا شفناها دي. صحيح. طلع الجيش النهارده الحقيقة ما يستاهلش الخساره الحقيقه. يعني الناس راحت على الجون والناس راحت بكل قلب وبكل روح، بشكرهم على الاداء ده. خلى اداء قوي من طلائع الجيش. لا ده قوي، وخلى للمباراه طعم كبير جدا واثاره كبيره جدا. انا مش عارف الماتش ده هيطلع تعادل ولا مين اللي هيخطف الفوز. وكان الخطف لنجم المباراه مع الشناوي اجاييه، يعني الخطف والاصرار. بص الهدف اللي دخل ده، واحنا هنتكلم عن الاهداف وهنتكلم عن كل حاجه، في انطلاقه من لاعب عايز يستلم اي كوره، عايز يشوف اي حاجه يترجم منها هدف. مظبوط. اذا كان الهدف ده او الهدف الاولاني. مظبوط. وده نتيجه انه عمل فاول طول 90 دقيقه جه منها هدف في النادي الاهلي، فاول خارج مباراه 18. صحيح. بيدافع فيه، ممنوع يكون هو موجود ده. مظبوط. اذا كان بيفكرني محمد عامر، فاكر لما جاب جول، لما جاب جول وبيرد ده. يعني دي حاله مشابهه يعني. فالمباراه النهارده لازم اللعيبه كلها تعرف ان الحكايه مش اسم، الحكايه مش ان احنا نكسب في اي وقت، الحكايه لا، الحكايه عطاء. الحكايه اللي احنا كنا عايزين نشوف في اخر تلت ساعه دي نشوفها في اول تلت ساعه. يعني انا لازم يبقى ده شكل الفرقه، ولازم مستر موسيماني كمان يكون عنده بعد مع اللعيبه دي قوي، وعنده روح يعني بال كبير مع اللعيبه، ولازم يصنف مين اللي يقدر يخلص له المهمه بدري بدري، ومين اللي يبقى موجود معايا بنفس القوه. بمناسبه اللي يخلص لي بدري بدري، احنا برضو هنتكلم كمان شويه على التغييرات. حمدي فتحي واخد النهارده الانذار الثالث، فهيغيب عن مباراه الاسماعيلي. كان ممكن مستر موسيماني طالما حمدي فتحي هيغيب عن مباراه الاسماعيلي يدي شويه لديانج اكتر من الدقيقه اللي في الاخر دي. بص انا هقول لك حاجه، قصه ديانج دي انا مش فاهمها لحد دلوقتي. يعني وجود ديانج او وجود دي رؤيه مدير فني. احساس المدير الفني بوجود ديانج التلت ساعه او نص ساعه او يبقى منطقه قويه جدا ليه،
شعار النادي الاهلي ما بقاش ديفنس يعني شعار النادي الاهلي التوازن والدفاع الهجومي، لا حاليا بقى لازم يكون هو ده، لازم يكون انت بتفكر. وبعدين ديانج الحقيقه ده ماتش سيمبا، لما انا قعدت اتفرج على الماتش الوحيد اللي بيجري وبيعمل وبيغطي وتلاقيه عنده الروح وعنده السرعات وعنده كل حاجه. انا ما اعرفش يعني، بس هي اسامه ما سالني في بس الاول بس الحته دي يا كابتن شريف ان هو كان يعني يديله زياده بالظبط كده. لا الفكره ان هو ما بيفكرش في الماتش اللي جاي، على قد ان هو بيفكر في الحاله اللي قدامه دلوقتي، عايز يزود الناحيه الهجوميه، فهي دي الفكره. هو نزله هو لما حب يامن شويه في الاخر خلاص بقى، هو جاب الجول ما فكرش في الاسماعيلي وهو قدامه 30 دقيقه عايز يحقق فيها المكسب. ايوه فهو علشان كده بيفكر لما رجع قفشه بقى ديفندر في جنب عمرو السوليه انه يزود الناحيه الهجوميه. ايوه فعشان كده رجع قفشه. بس ديانج زي ما كابتن شريف بيقول عليه لا غنى عنه طبعا في الفريق، طبعا من العناصر الاساسيه الفريق. طب بيقول لك ليه في ليه متاخر دايما في الدفع بديانج؟ هو خلاص زي ما قال اسامه بيبقى مشغول شغل بحت دلوقتي ازاي يخش منطقه الجزاء الخصم، يخش بالهدف. ولكن وجود ديانج برضو ما هو ده من العوامل اللي بتخليك في وسط، ما بتخليش الكره تيجي عليك. صح انت لاخر ثانيه عندك جوال بتخش فيك، عندك اطراف بتروح وتعمل عرضيات في اخر ثانيه، انت معرض انك تتعادل او معرض كنت قبل ما تجيب الهدف بتاعك يخش فيك هدف ثاني. فهو ده الفكر اللي المفروض الجهاز الفني كله يبقى واقف مع مستر موسيماني بيتكلم بنشوف الدنيا دي فيها ايه. يجوز حمدي فتحي لما جاله الثلاث بطاقات هترجع ديانج. ما هو ديانج ده لو يرجع ما ينفعش يعني ما يبقاش موجود. لا انت مظبوط ده في لعيب عندنا كده بيقول لك عمود فقري، يعني ده عمود فقري. لا انا وجهه نظري